كيف تتعرفوا دائما كنا من 2012 وحنا تنقولوا ان النموذج ديال التنميه ديالنا عنده واحد المشكل اساسي واللي هو تيجعل انه يكون محط اهتمامنا بكيفيه خاصه، هو انه ما عندوش واحد التنوع ديال المنتوجات اللي تيصدرها باش يمكن له يصحح الامكانيات ديال التصدير ديالو، وبالتالي الطلب الخارجي باش يساند الامكانيات التمويل ديال النمو ديالنا اللي الان تيعتمد كثير شيء على الطلب الداخلي. وكذلك من نهار فاش درنا واحد العدد ديال الدراسات تنحوا فيها على هذه الضروره ديال التنويع ديال النسيج الانتاجي للمغرب. علاش؟ لانه هذا النسيج الانتاجي المغربي الى تنوع غادي يوفر شغل اكثر، غادي يوفر المدخول اكثر، غادي يوفر تصدير اكثر، وبالتالي تمويل احسن واستدامه اكثر للتمويل ديال النمو ديالنا. هاد الاشكاليه ديال تنويع النسيج ديال الانتاجي المغربي كانت دائما عندنا حاضره، فطرحناها في كل الدراسات اللي درنا الى حد الان، وقلنا دائما كيخصها تكون هاد النوبه. بغينا نقاربوا هاد القضيه، نقاربوها انطلاقا من واحد المقاربه عمليه. عمليه اي اننا حاولنا نستفدوا من واحد الدراسات داروها بعض الباحثين في الجامعه ديال هافارد، واللي انطلقوا منها بواحد الشيء اللي هو اساسي. انطلقوا من المجال العالمي اللي بارزه فيه جميع المنتوجات اللي موجوده في السوق العالميه، وشافوها ودرسوها، درسوا النوعيه ديالها، ودرسوا في نفس الوقت النوعيه ديال الاقتصاديات اللي تتنتج ذاك المنتوجات، وشافوا وقارنوا بيناتها، وشافوا شكون هي الامكانيات اللي تتجعل ان واحد القطاع او واحد الفرع ديال الانتاج تيمكن له ينتج بعض المنتوجات عندها قابليه في السوق الدوليه، وشكون هي كذلك اللي هي قادره تنوع المنتوج. فهاد الدراسات استفدنا احنا منها وطبقناها على ما يخص المغرب، فيما يخص واحد العشرين قطاع او فرع ديال الانتاج، ما يشمل مئات ديال المنتوجات، وحاولنا نشوفوا شنو هي الشروط اللي يمكن لها متوفره ذاتيا عندنا في المغرب اللي يمكننا نوفروا فيها هاد التنويع ديال المنتوج ديالنا والتنويع ديال التصدير ديالنا.